نتابع واياكم هذا الشوط ونتابع انطلاقه هذا الاندفاع مع هذا الشوط والمراكز الاولى المتقدمه بشوط السودانيات. هنا نتابع المقدمه مع كفا لحمد بن علي بن محمد الشراب المري مع المركز الاول ومع مقدمه هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصلت عزامه لراشد بن حمد بن راشد العوير المريزيق على المركز الثاني في هذه اللحظات. نتابع بينما المركز الثالث ومن تصنع على المركز الثالث في هذه اللحظات، هنا من تصنع ايضا الالتزام لمحمد بن احمد بن محمد بن فهد الخاطر مع المركز الثالث. المركز الرابع اليمامة لمحمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي على المركز الرابع وغيرت على المركز الثالث، بينما المركز الخامس نتابع الصمود لفهد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونتابع هذه الأسماء المنطلقة وهذه الكوكبة على مقدمة الشوط، كوكبة جماعية من هذه السودانيات نتابعها ونتابع انطلاقتها في هذه اللحظات. ومع هذه المراكز المتقدمة نتابع هنا أسماء قوية مشاركة، أسماء ذات تحدي ذات أيضا إنجازات. ونعود إلى المقدمة والصدارة هناك مع المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط في هذه اللحظات. نتابع اللي في مقدمة الشوط كفا على المركز الأول في هذه اللحظات، نتابعها لمالك حمد بن علي بن محمد الشراب المري، ولكن أرى هنا أيضا بن عوير متقدم مع هذه اللحظات، بينما المركز الثاني تصنع هنا اليمامة محمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي على المركز الثاني، ولكن أرى هنا عزامة لراشد بن حمد بن راشد العوير على المركز الثالث وغيرت على المركز الثاني. أيضا أرصدونا صاحبة الإنجازات قادمة، يبدو لي أنها أيضا صاحبة الإنجازات اللي أيضا وصلتنا، نتابعها نسيم. يا سلام يا نسيم الإنجازات، نسيم العام الماضي، نسيم أيضا من قدمت لنا أروع وأحلى النهايات القوية، وأيضا في موسمنا الماضي انطلاقاتها أمام خط النهاية كانت أيضا ذات صورة رائعة بانطلاقتها القوية مع نسيم لعبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي على المركز الأول في هذه اللحظات، أو المركز الثاني عزامة على المركز الأول لراشد بن حمد بن راشد العوير. هنا في هذه اللحظات المركز الثالث نتابع اليمامة محمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي. المركز الرابع نتابع كفا لحمد بن علي بن محمد الشراب المري مع المركز الرابع. المركز الخامس أول ندى لرعبوبة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني على المركز الخامس. في هذه اللحظات نتابع هذه الأسماء المنطلقة وهذه الانطلاقات والاندفاع لهذا الشوط، نتابع الأسماء المشاركة، نتابع هذه الاندفاع، ولكن نعود إلى الثنتين اللي في موقع واحد، ثنتين في موقع واحد في انطلاقة واحدة، عزامة ونسيم. يا سلام بدأت تنطلق نسيم في هذه اللحظات مع اندفاعتها ومع الثلاثة كيلو مترات المتبقية، نتابع انتصاف المسافة مع انطلاقة نسيم لعبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي على المركز الأول على المقدمة. نتابع نسيم المركز الثاني، نتابع عزامة لراشد بن حمد بن راشد العوير المريزيق على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع اليمامة محمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي. المركز الرابع كفا على المركز الرابع، نتابع لحمد بن علي بن محمد الشراب على المركز الرابع. المركز الخامس هنا رعبوبة وصاحبة الإنجازات رعبوبة أيضا على المركز الخامس، لأيضا بشعار عديد متواجدة مع المركز الخامس لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني، وبقيادة ابن هليل أيضا عبد الهادي بن هليل أيضا من يقودها في هذا الانطلاق. بينما يا سلام مع انطلاقات هذا الشوط، نتابع الأسماء القوية، نتابع الشعارات القادمة، نتابع يا سلام يا هذا الشوط، شوفوا أيضا هذه الأسماء، شوفوا أول القادمات، سيوف لفرام بن عتيق، وأيضا اسم قادم هناك من اللي
قادمة الإمامة لراشد بن سيف، وأيضا اسم قادم من الفذة لعمير بن صباح بن سيف الماجد النعيمي أيضا قادمة مع المركز السابع. ولكن بنعود إلى المقدمة، بنعود إلى نسيم. يا نسيم يا نسيم، يا سلام يا سلام في هذا الأداء، يا سلام يا صاحبة العوايد صاحبة النواميس، يا سلام يا نسيم على المركز الأول، على المقدمة، على الصدارة. نتابعها ونتابع انطلاقتها بدون أي تعليمات تذكر عليها، بدون أي كلام، بدون أي أوامر، نتابعها في مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا نسيم، يا سلام بهذا الانطلاق لعبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي مع الكيلوين الأخيرة بانطلاقة نسيم المركز الثاني. نتابع هنا المركز الثاني ومن تصنى على المركز الثاني عزامة، ولكن هناك اليمامة لمحمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي مع المركز الثاني، عزامة على المركز الثالث راشد بن حمد بن راشد العوير المرزيق، المركز الرابع سيوف، سيوف قادمة مع أيضا هذا الانطلاق مع رابع المراكز لفران بن عتيق بن محمد البريد المري. ولكن أرى القدوم من رعبوبة، رعبوبة قادمة مع المركز الرابع لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني. أركز يا ابن هلي ركز، ولكن الله يا سلام، شوفوا اللي قادمة أيضا، شوفوا اللي قادمة، هناك سيوف، سيوف قادمة في هذه اللحظات. نتابعها، نتابع أول يمامة لراشد بن سيف بن محمد أبو سعيد الخيارين. يا سلام يا هذا الشوط، يا هذا الشوط، بدأت الأسماء بالظهور، بدأت الأسماء بالشعارات. يا سلام الله على هذا الشوط، شوفوا اللي قادمة ايضا، هناك وصل التعزيز، وصل التعزيز ايضا في هذه اللحظات من الفذة عمير بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. ولكن ارى هناك القدوم من اليمامة لراشد بن سيف محمد البوسعيد الخيارين، شعار فهد بن سيف الخيارين. يا سلام يا هذا الشوط، ولكن نسيم مع 1200، 1200 على النهاية، 1200 على النهاية. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام، الشوط الرئيسي، الشوط الاول، الشوط الاول الغير، الشوط الأول يا عرب حساس. الله يا نسيم، يا نسيم، والفذة، الفذة قادمة، الفذة قادمة هنا في هذه اللحظات مع أيضا قدوم واليمامة لمحمد بن راشد بن حسن الجفالي. ولكن سيوف فران بن عتيق قادمة، سيوف لفران بن عتيق. الله نسيم وسيوف، يا سلام يا سلام، واليمامة، اليمامة أيضا قادمة، ولكن الله الله يا سيوف، الله يا سيوف، انطلقت سيوف مع فران بن عتيق. يا سلامي عليك يا ابو عتيق، يا سلامي على هذا الاداء. هذه هي العنود، 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 يا سلام يا العنود، الله يا العنود لمحمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري. سلام يا العنود، سلام، سلام يا العنود على هذا الأداء الجميل وهذا الانطلاق. بينما اليمامة في المركز الثاني لراشد بن سيف محمد أبو سعيد الخيارين، ولكن خلاص، سلام يا سلام لمحمد بن بخيت بن حمد بن قريع والفران بن عتيق. سلامي على هذا الأداء، سلام وتحية والاحترام، سلام على هذا الإنجاز المميز. والشوط الأول، الشوط الأول للسودانيات انتقل إلى عزبة فران بن عتيق مع هذا الإنجاز المميز والعنود، العنود، العنود، العنود لمحمد بن بخيت بن حمد بن قريع. تهانينا والناموس على هذا الفوز أيضا لمحمد بن بخيت بن قريع، والتهني موصولا لفران بن عتيق ولي أيضا التويجر على هذا الفوز وساعة الوصول أمام خط النهاية. بينما المركز الثاني، المركز الثاني وصلت اليمامة لمحمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت اليمامة لراشد بن سيف بن محمد أبو سعيد الخيارين. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت نسيم لعبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي. المركز الخامس، المركز الخامس سيوف لفران بن عتيق بن محمد بن قريع أيضا وصل على المركز الخامس. هذه أيضا العنود اللي فاجأتنا
في الأمتار الأخيرة أيضا مع السبعمائة متر الأخيرة انتزعت هذا الفوز، والناموس لمالكها أيضا توقيتها الزمني 9:48 جزء واحد من الثانية. أيضا تهانينا والناموس لمالك العنود محمد بن بخيت بن حمد بن قريع، والتهاني موصولة لفران بن عتيق ولعتيق بن فران أيضا على هذا الفوز. وساعة الوصول أمام خط النهاية بينما أيضا وصلت على المركز الثاني، نتابع هنا اليمامة توقيتها الزمني 9:48 97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك اليمامة محمد بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي بينما وصلت على المركز الثالث. اليمامة أيضا وصلت على المركز الثالث توقيت الزمن 9:49 و41 جزء من الثانية. تهانينا لمالك اليمامة راشد بن سيف بن محمد البوسعيد الخيالي.